لقد اقتحموا المكان في الأول من مارس آذار في 6 صباحاً. لن أنسى صوت صافرات سيارات الشرطة. اقتحم اللصوص المكان. سرقوا 22 قطعة، بعضها كان ثقيلاً جداً. كانوا يعرفون ما يريدون. قطع صينية ثمينة من القصر الإمبراطوري الصيني. آمل ألا تكون الحكومة الصينية هي من يحرك هذا. عودة الآثار إلى الصين على الجزيرة الوثائقية.